أولا محمد رمضان عضو نقابي، بمعنى أنه هو عضو في نقابة الممثلين وعضو في نقابة السينمائيين، وبالتالي لما بيطلب منه أنه يعمل حفلة، السيد نقيب الممثلين بيبعت لي جواب والسيد نقيب السينمائيين بيبعت لي جواب، وما أقدرش أقول له لأ، بغض النظر عن تحفظي الشديد لغناه والكلام الأغاني اللي بيقوله، لكن هو في النهاية عضو نقابة، إلى جانب أنه الأغاني اللي بيغنيها برضو ما هياش زي بتاعت حمو بيكا خالص. حمو بيكا لما قدم امتحان عشان نديله كارنيه غنى مش دي جي، سقط في الامتحان، امتحان قدام اللجنة، أستاذ حلمي بكر كان رئيس اللجنة وقتها، وسقطوا. ف يعني احنا ما نقدرش نعمل له حاجة اكتر من كده، يعني قلنا له تعالى اتفضل لو عايز تمشي قانوني تعالى اتفضل وامتحن، لكن للأسف ما نجحش، ما عرفش يغني، ما عرفش، اما قال له غني لي حاجة على رتم ما عرفش يغني. ف الى جانب ان الكلام ساعات الكلام الاغاني اللي بيقوله برضه مش زي محمد رمضان، هما الاثنين صوتهم مش حلو حقيقة، او الاثنين مش بيغنوا، ما تقدرش تقول الاثنين بيغنوا، الاثنين بيأدوا ستايل كده زي الراب او حاجة كده يعني، لكن الكلام اللي بيقوله حمو بيكا كلام في اغاني في كتير مرفوضة بالنسبة لنا كمجتمع شرقي، عايزين نقدم احلى حاجة لولادنا ونحافظ على ذوق ولادنا، فده ما يدلوش الحق انه يعمل اللي عمله ده مؤخرا، وبالتالي احنا يعني الشؤون القانونية اخذت اجراءاتها ونشوف الدنيا دي هتروح فين. طب ما في برضه يعني الناس برضه بتقول ان في مثلا ممكن تيجي تقول الناس برضه تاجه فكره ان هم نفس الفكره برضه، لكن هم طبعا كاصوات وككلام بيتقال لا مختلفين شويه، يعني هم احسن الموجودين اكيد. طيب حضرتك كان في اجتماع النهارده في نقابه المهن الموسيقيه، هل الاجتماع النهارده طلع منه قرار جديد في موضوع حمو بيكا؟ لا خالص خالص، لا الموضوع في ايدين القضاء، واحنا يعني سايبين الاجراءات القانونيه تتم، لان ده كان تهديد واضح وصريح بحرق النقابه، والمره الجايه هيبقى في شتيمه وفي قله ادب، والمره الجايه هيجيب الناس يكسروا النقابه، وفي هاشتاج عملوا قال ازاله النقابه، فيعني بسم الله ما شاء الله، وعايز يعمل ثوره واخد بالك على الفن دفاعا عن موهبته الفذه الكبيره اللي احنا مفتقدينها في مصر الحقيقه. تضحك يا طبيب. هم يبكي وهم يضحك والله العظيم. وانا بيني وبينكم يعني، وانا عارف ان انت بتصوري يا اروبا، انت اللي واقفه ورا. يعني انا الحقيقه بضرب كف على كف، احنا وصلنا لحال صعب جدا جدا، يعني بعد ما كنا عندنا ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد وشاديه وورده، ربنا يرحمهم جميعا، وهم دول اللي شكلوا وجدان الوطن العربي كله، بقينا بنتخانق على حمو بيكا. يا نهار ابيض.